الأستاذة حسناء بن لادن وهي مستشارة أمومة وطفولة. أهلا وسهلا بك، صباح الخير. صباح الخيرات. أهلا بكم، صباح الخير. وصباحك رضا يا رب. يعني إلى أي مدى مهم جدا إيصال التوعية أن التحرش ليس فقط على أرض الواقع، إنما هناك شكل مؤذي آخر وهو تحرش إلكتروني؟ صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام جدا جدا مهم، وفعلا التحرش الإلكتروني ذات مشكلة كبيرة تواجه تحديات فعلا لجميع رجال الشرطة حول العالم. كل يوم بنسمع قصص أكثر من القصص اللي نسمعها في اليوم اللي قبله. طبعا هذا الشيء زاد زيادة فرص وصول الأطفال إلى عالم الإنترنت. صار سهل جدا لما تراجع الطفل بغض النظر عن عمره ماسك جوال أو أيباد أو لابتوب. طبعا ما نقدر نحن نمنع الأطفال من الأجهزة، ولكن دورنا كآباء وكمجتمع وكمعلمين كبير جدا في توعية الأطفال. طبعا التحرش الإلكتروني لا يعتبر فقط على التحرش الجنسي، وممكن يشمل برضه الاستهزاء أو الضرب أو الإخفاء في جميع أشكاله. جميل. طيب خلينا نتكلم شوية عن دور الأهل. احنا قلنا أنه دور الأهل دائما هو اللي عليهم الدور الأكبر، وعليهم يعني هذه المسؤولية أنه كيف يحموا أطفالهم ويحموا أطفالهم من استخدامات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن من خلالها يتعرضوا للتحرش. كيف ممكن الأهل يكون عندهم القدرة على حماية أطفالهم من أي نوع من أنواع التحرش اللي ممكن يحصل لهم عبر هذه المواقع؟ أولاً قبل كل شيء وحل جميع المشاكل هو الدعاء. أول حاجة نبدأ أننا ندعي لأولادنا، ولما ندعي لأطفالنا نخصهم بصفة شخصية، ندعي لأطفالنا وأطفال المسلمين جميعاً. بعد كده، وهي نقطة جداً مهمة، يجب على الآباء خلق حالة من الصداقة بينهم وبين أطفالهم، طبعاً تكون مبنية على الصدق والثقة. هذه الصداقة والصراحة تكون نتيجة مشاركة اهتمامات بين الأهل وأولادهم، مشاركتهم بعض الأنشطة، التحدث إليهم، قصص ما قبل النوم، قضاء وقت الجودة مع الأطفال، تخصيص وقت معين لكل طفل بشكل يومي. طبعاً ما نقدر نقول ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، ولكن يعني تخصيص وقت معين حسب قدر استطاعتنا. طبعاً الآن أصبحوا الأمهات والآباء عاملين، فيكون الوقت اللي بقضوه في البيت جدا قليل، فيحاول بحيث اننا نقدر نعطي لكل طفل وقته وحقه. جيد، هذا فيما يتعلق بالأريحية، بخلق روح الحوار داخل الأسرة، لكن المعلومات الحساسة اللي يجب ان تقدم للطفل عشان يعرف ايش ممكن يواجهه من خطورة، هذه المعلومات كيف يمكن ان تقدم، ومن تنصحين انه يكون الشخص المعني؟ تتحدثي بلغة الجمع بين الاب والام او حتى الاخوان والاخوات الاكبر سنا، لكن من اللي تعتقدين انه الاكثر قدرة في انه يفتح مجال اكبر للصراحة مع الابن من داخل الاسرة؟ من المفترض يكون عنده هذه المهمة، وكيف تكون هذه المهمة ايضا في تقديم هذه المعلومات الحساسة؟ فعلا سؤال مهم جدا. طبعا بعد ما قلنا الدعاء رقم واحد والصداقة رقم اثنين، رقم ثلاثة وبشكل جدا مهم هي التوعية. التوعية لا تكون مهمة فرد فقط واحد في العائلة، بل مهمة المجتمع والأهل والعالم بشكل أكبر. طبعا نحن نبدأ بالأم والأب، وبعد كده في المدرسة مثل ما تفضل الأستاذ في المستاذ الأمنة، إنه فعلا نحن لازم نتكلم هذا الموضوع عن المدرسة، ولكن ما قبل المدرسة اللي هي الأولي تشايلد إدوكيشن، مرحلة الطفولة المبكرة. الحمد لله في جدة قبل فترة كانت في كثير أنشطة وكثير حملات توعي الأطفال، زي مسرحيات يقوم الأهل بأطفالهم عليها، تشرح لهم الأماكن الجنسية، الثقافة الجنسية كما تفضل الأستاذ قبل كده، وكان فقط بالأشياء اللي نسموها الفئة العمرية اللي نحن نتكلم عنها. التوعية لا تقتصر فقط على الأم، بل على الأب أيضا وعلى الأخوة إذا كان في أخوة صغار في البيت. لازم الطفل يكون حاسس إنه في ثقة وفي صراحة بينه وبين الأب. لازم الطفل يكون حاسس إنه أساسا في أحد بيسمع له. لما الطفل يجي عند الأب ويجي عند الأم كل مرة والأم تكون مهتمة عند الأب، يقول له بعد شوية ولا في الوقت الفلاني ولا في الوقت الفلاني، هذا لا يعني إنه أبائنا كويسين، بل إنه فعلا مشاغل الحياة صارت كثيرة، وخصوصي بعض الأهالي الأنساب يضطروا يشتغلوا أونلاين، فهم يشتغلوا الشغل اللي يشتغلوا هم برا البيت،
بذلك تخصيص معين لكل طفل بيسهل هذه الأمور علينا، بنظم علينا الأمور في المنزل. جميل. يكون الأم دور والأب دور وللأخوان دور وللتلفزيون دور ولكل شخص من أفراد العائلة. جميل. طيب لو قلت لك أعطينا شوية أمثلة للجمل اللي المفروض أنه دائما أكررها قدام الأطفال لها علاقة بالتوعية، يعني جمل ممكن تنقال لكل الأطفال. طبعا في البداية حسب الفئة العمرية اللي نحن نتكلم معاها، لنفترض أن الفئة العمرية اللي عندنا في سكولرز مرحلة ما قبل المدرسة، نشرح لهم طبعا إنه في أماكن ما ينفع أحد يشوفها غير ماما ولا بابا ولا الشخص اللي بيمد على الحمام، نشرح لهم إنه هذه أماكن خاصة من الله ممنوعة جدا اللمس، نشرح لهم قبل هذا الكلام إنه ماما وبابا تقدر تقول لنا أي حاجة، نحكيهم عن قصص. طبعا أفضل وسيلة وأسرع وسيلة وفعلا مثبتة علميا هي القصص للأطفال، فطبعا نحن نستغل قصص ما قبل النوم بأننا نحكي لهم إنه كان في طفل في المدرسة وفي أحد ضايقه، أو طفل كان في الحديقة، أو طفل كان في عزومة في بيت فلان أو بيت أو بيت يعني أو في منزل أصدقاء أو منزل عائلة، وجاء أحد حاول إنه يعمل كذا وكذا. طبعا باختيار الألفاظ على حسب الفئة العمرية كنا نتكلم، ونقول لهم والطفل كان مرة خايف. أول شيء ممكن نختبر الطفل، نشوف لما نعرف نحن هل الطفل حيشرح لنا أو لا، نقول مثلا الطفل كذا كذا وكان خايف، إيش تتوقع الطفل عمل؟ جيد. ونشوف نحن ردة فعل الطفل، هل حيقول أنا راح لماما أو بابا من بعد كذا؟ إذا ما قال معناته إحنا نعزز الثقة بين الطفل والأم ولا الطفل. نعم. فخلاص نحن أمثلة وقصص على هذا الإنسان. الله يحفظ الجميع، شكرا جزيلا لك على هذا التواجد معنا والحديث من جدة، الأستاذة حسناء بلادن مستشارة الأمومة والطفولة. يعطيك العافية.